بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زاري ودرساتشن سورة الممتحنة كما جمر سورة اسكا سورة مجرشة درس نملك تعلن. سورة الممتحنة سياميوا الممتحنة تبالا ليش يا ممتحنة مأراف مالتنو يا فتنة مأراف مالتنو بزهم يتسيم تشبت مكنيات كليلو آية بتلية الزيه بوتالاي وين بزيه مرافوس بزيه سورة وست يا سيتو تشن إيمان مفتن بتلي كشرك أجر ود مسلم وشو يمسدد وسيتو تشن مفتن بتملكته قالوا زيه سلة تكأسا نو بزه يتسيم تشو سورة مكية نج مالتم نبي عليه الصلاة والسلام ود مكة كتسدد وبهلا كوردوت سورة وش وما رافوش وستنج سبب نزول ويم دمو يزي سورة مورد مكنيات نولو علماء ياسكمتوت حاطب ابن بلتعة يتبال صحابي رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام مكان لمورر زججت سيادرغو هلم ينبي عليه الصلاة والسلام سرعات ودان دا كابي زمچا لمهر سيفلغو ليلا بوتانو يمين ناقروت ودزيها كابي نهدا لنبلو ليلا بوتا يتاقسالو مكناسو مرجا لطالاتن دايدر سوبا مالتنو الحرب خدعة لنبي عليه الصلاة والسلام طورنت مشوا ودنو لذي طالاتهن اي ودني ايدا لنبله هزناكتهو نو يمدر سبتنجي متاوله طواتبله أتلو سلزي ودحونينا كابي هدالو بلو ودليل كابي انتم بلو طور مسبسب جمرو نبي عليه الصلاة والسلام تلك طور نيسب السبوت مكان لمكفت مالتنو مكناتهم قريشوش بحديبية سلح بميبالو بزابة درقو سمم النت مسارت لأسر عمت طور النت لا يكاهدو عندو بليل أولاي نجرجن يا سلح كهونا كولد تامت كمنا من بوهلا قريش أفرسج على تون أفرسو يا فرسو جزي نبي عليه الصلاة والسلام زججت جمرو مالتنا الذي زججت سجمرو قريش وشدمو مرة جاي ما سبع سب سرا على فرتو علم محمد يورنا لا يورنا نسو محمد سلام بلو بزان جزي قدي قريش وش الله ملكتنيا يورنا لا يورنا يميل سقات نبراتشونا يتسددو مهاجرو تشالو ودى مدينة بيتسبو تشاتشو نزاتلو لجو تشاتشو نزاتلو نبراتشو نزاتلو نفسي او تشين بلو دينا تشو نزو يطوالو كنزا وستاندو حاطب ابن بلتعانو حاطب ابن بلتعا بغوسا ينسو غوسا يدلم كليلا يمتانو ازا يعرفه بمحكلاتشو عقبتو يادقه سونو سلزي النسو مرجا سيت ايوكو بدكاما قنو بكلنو يميت ايوكو تنا يهيسو لجوچو بيتسبوچو نياغار نيالوت ولتنيا يمي كلاكل اللت غوسام ايرلم يلم كليلا غوسا يمتانو نسو بغوسا سلم يامنو مرجا انت ايوكو للجوچو سلونتي نغرنال كميل انصار بسو بكل انفورميشن تايقو محمد ليوغان يتزغاجه نو ويس انديت نو يميل نغر سيلو ملس لاكلاچو ملس لاكلاچو مالت نو نا ياو تزغاجو قرط نو ودنا انت يمتا نو يميل نغر دبدابي فاند سيتا سيزو لاكا
እንግዲህ የዛን ጊዜ ጦርነት በአላህም የታገዘ ነበር ምክንያቱም የዛ ጦርነቱ አባል የአላህ መልእክተኛ ነው በሰማይና በምድር መካከል ግንኙነት አለ ኔትወርኩ ክፍት ነበር ማለት ነው ስለዚህ ጅብሪል ይሄንን መረጃ ከአላህ ወስዶ ወደ ማ ያመጣል ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ደግሞ ሶስት ሰዎች እና አሊ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ያሉበት አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር እና አንድ ሰሃቢ ያድርገው አንድ ሴት መረጃ ይዛ ሄዳለችና መረጃውን ተቀበሉት ጣላት ጋር ከመድረሱ በፊት ብለው ላኩ ሄዱ ግሪብ ረቃ ሄዳለች ወደ መካም ተቃርባለች ነገር ግን ተያዘች በመተያዝበት ጊዜ ያው ካፊር ነች ምላ ተገዘተች ምንም መረጃ የለኝም ምንም ያስኩት ነገር የለም አምጪ የተሰጠሽ ደብዳቤ አለ ምንም የለኝም ፈተሽዋት የለም ምንም ነገር የኔ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ተዓላ አን ያው የአረቦችንም ባህል ስለሚያውቁ በእነሱ ማህል ነው ያደጉት ምንም ቢሆን አረቦች እምነትም ባይኖራቸው እርቃንሽን አወጣሻለሁ ካለች ነውር ነው በእነሱ እንግዳውስ ጅብሪል በአላህ ላይ አይዋሽም አላህ የነገረውን ነው ያመጣው ሙሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛም ጅብሪል ላይ አይዋሽም ታውጪ እንደሆነ አውጪ አለበለዚያ እርቃንሽን እንፈትሻለን አንድ ባንድ አሏት ነገሩ ቁርጥ መሆኑ ስታውቅ ጸጉሯን ጎንጉና እዛ ውስጥ ነው ያደረገችው ፈታ ሰጠቻቸው ያንን ይዛው መጡ ማለት ነው ይሄ ሰሃቢ ትልቅ ሰሃቢ ነው ሲነበብ መረጃ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላም መረጃ ያገኙ የመጣላቸው ከአላህ ነው የመጣና ይሄንን ዑዝሩን ጠየቁት ምንድነው ለዚህ ያበቃ እኔ እስልምና ላይ ምንም ሸክ የለኝም ያላህ መልእክተኛ መሆኑንም አምናለሁ ኢማንም ኒፋቅም ማርጌ አይደለም አላህ ደግሞ ነስር እንደምሰጡት ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ነስር መረጃ ደረሳቸው አልደረሳቸው ነስር እንደምታገኙ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እነሱ በመረጃ ላይ እንትን ስለሆኑ ቤተሰብ የዛ ስለሆነ ሁሉም እዚህ ያለው ሙሃጅር በጎሳ በመናምን ተሳስሯል እኔ ምንም የለኝም እንደው በመረጃ እንኳን ቤተሰብን ከለላ ብሰጥ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ብያለ ጊዜ ብሎ ያለ ጊዜ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ለጊዜ ጠንካራ ናቸው ያ አላህ መልእክተኛው ፍቀዱልኝ የዚህን ሙናፊቅ አንገት ልቅጠሰው ልቁረጥ ስራው የሙናፊቅ ስራ ነው ስራው መረጃ ማቀበል ለጠላት የሙናፊቅ ስራ ነው ነገር ግን የውስጡን ልብ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የውስጣቸው ወነተኛ ለመሆናቸው አላህ ስለነገራቸው ወንድማቸው ወነቱን እየተናገረዋል ወንድማቸው ወነቱን ተናግሯል አሉ አጥይብ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ደግሞ ይሄንን ሲሉ ይሄንን ሙናፊቃን ገቱን ልቅላ ሲሉ አንተ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ይሄ ሰው እኮ በድርን ጦርነት የተዋጋ ሰው ነው የበድር ጦርነት ውስጥ የተሳተፈ ሰው ነው ምን አሳወቀ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የበድር ላይ የተሳተፉትን ተመልክቷቸው افعلوا ما شئتم اني قد غفرت لكم يفلغاچوتن سرو እኔ ምሪያችኋለሁ ብላችሁስ ቢሆን ምን አውቃለህ ምን አውቀህ ነው እነዛ እንደዛ ስለተባሉ ነው የፈለጉትን ስሩ እኔ ምራቸው ወደፊት የሚሰሩትንም የሚያውቅ ጌታ ምሯቸዋል ያ የበድር ጦርነት መለያ ስለነበረ ነው የኢዕጃዝ የሙዕጂዛ ጦርነት ስለነበረ ለዚህ በዛ ቀን የተሳተፈ ነበር ዑዝሩንም ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ተቀበለዋል በዛ መሰረት እንግዲህ ህግ አስቀመጠ አላህ ህግ አስቀመጠ ያ አዩሃ ለዲና አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ላ ተተኺዙ ዐዱዊ ወዐዱወኩም አውሊያ የኔን ጠላት የናንተንም ጠላት
ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዙ አለ ማን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኔንም ጠላት የናንተንም ጠላት ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዙ ቱልቁነ ኢለይሂም ቢልመወዳ የውዴታን ቃል ወደነሱ የምትለቁ ሲሆን وقد كفروا بما جاءكم من الحق الناسو دمو بتراچو يهي ودنانته يمطاون حق يكادو سيهونو يكادو سيهونو معناتن معناتنو متولاچو النبي عليه الصلاه والسلام بمحكلاچو 13 عام تكمطوا الحجه يلاچو حقن هايتو انبيالو انزي كافر قال تبالو ما نو كافر يميبالو كافر بلو معناته يكاده معناتنو የካዱት ማንን ነው ያላህን መልእክተኛ በቋንቋቸው ከነሱ መሃል የነሱ ዘር የነሱ ጎሳ የሚያውቁት በታማኝነቱ ይሄንን ያስተባብሉት እነዚህ ናቸው ካፊሮች وقد كفروا بما جاءكم من الحق ወደናንተ የመጣውን ይሄንን حق የካዱ ናቸው يخرجون الرسول واياكم ያላህን መልእክተኛ እናንተንም የሚያወጡ ናቸው እኮ ካገር ان تؤمنوا بالله ربكم وانجل سرتاچو سايሆن نبيو عليه الصلاه والسلام وانجل سرتو سايሆن ان تؤمنوا بالله ربكم بالله بجيتاچو سلامناچو ብቻ ነው ሌላ ወንጀል ኖራችሁ አይደለም ለነዚህ እንዴት ውዴታ ታደርጋላችሁ ነው ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي برغت በኔ መንገድ ላይ ልትፋለሙ የወጣችሁ እንደሆነ وابتغاء مرضاتي የኔንም ደሞ ውዴታ ለማግኘት ወጣችሁ ከሆነ تسرون اليهم بالموده እንዴት ብሎ ታዳ በውዴታ ከነሱ ጋር በሚስጥር ተመሳጣራላችሁ የሚሆን ነገር አይደለም ይሄ وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم እናንተ የደበቃችሁትንም በይፋ ያወጣችሁትንም እማውቅ ሆኜ ሳለ ደሞም ታምናላችሁ ሙስሊም ያምናል ومن يفعل هو منكم يهنن የሚያደርግ ከናንተ فقد ضل سواء السبيل ቀጥተኛው መንገድ ጥሎ ወጥቷል ከመስመር ወጥቷል ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው እቺ አያት ውዴታ ለአላህ ብቻ መሆን እንዳለበት ስትጠላም ለአላህ ብለህ መውጣት መጥላት እንዳለበት እነዚህን ሰሃቦች ኢማንን ያላማመዳቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን ይዞ የመጡት በህይወት የሚኖር ተግባር ነው እስልምና ስለዚህ ማህበረሰብ ካፊር የሚባል ማህበረሰብ አለ ሙስሊም የሚባል ማህበረሰብ አለ ካዲ ጣላት ይሆናል ካዲ ጣላት ያልሆናል እንዴት ነው ከነዚህ ሰዎች ጋር መኗኗር የምቻለው እንዴት ነው የሚለውን ያስተባረ ነው አሁን አላህ ስለዚህ አዱዊ ወአዱዎኩም የናንተም የኔም ጣላት የሆኑትን በወዳጅነት እንዳትይዙ ስትወድ አንድን ሰው ለአላህ ብለህ ወደደው ስትጠላውም ለአላህ ብለህ ጥላ መሰረቱ እሱ ይሁን መሰረቱ ዘርህ መሆን የለበትም መሰረቱ የሰውየው ገንዘብ መኖር መሆን የለበትም መሰረቱ ስልጣን መሆን የለበትም መሰረቱ ምንም ሌላ ዱንያዊ ጥቃሞት መሆን የለበትም የውዴታችሁ ድልድይ ማገናኛ ምክንያት ሊሆን የሚገባው አላህ ለስጥጣሉትም ደሞ በአላህ ምክንያት እንጂ በግል ስሜት ምክንያት ሊሆን አይገባም ነው إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون النزيه نانت من رجع مستوى جوسوك إن يثقفوا عليكم بتقرنة نانت نعشنفوا بيزوا جو يكونوا لكم أعداء آلاتي هنا جوهال አይ ንጃች በጃችን ገብቷል በቃ ወንድማማቾችን ምናም የሚባል ነገር የለም
ጠላት ነው የሚሆኗችሁ። በጠላት ላይ የሚደረገውን ነው የሚያደርጉባችሁ። ከሚያደርጓችሁ ነገር ወየብሱቱ ኢለይኩም ኤይዲየሁም እጃቸውን ይዘረጉባችኋል። በዱላ በመደብደብ በማሰቃየት በመግደልም ሊሆን ይችላል። ወአልሲነተሁም በምላስም እንደዚሁ ይረማመዱባችኋል፣ በስድብ በማዋረድ በተለያየ ነገር። ወወዱ ለው ተክፍሩን በጦርነት እናንተን እንኳን ባያሸንፉ በእጃቸው እናንተን መድረስ ባይችሉ፣ ወዱ ለው ተክፍሩን አቅም እንኳን ቢያንሳቸው የእናንተን መክፈር ወደዱ፣ ተመኙ ተመኙ አለ። እነዚህን እንዴት ወዳጅ ታደርጋላችሁ ነው። ለን ተንፈዓኩም አርሓሙኩም ወላ አውላዱኩም የውም አልቅያመት የፍሲሉ በይነኩም ወላሁ ቢማ ተዕመሉነ በሲር። ይሄ ሰሓቢይ እንደው ለልጆቹ ከለላ ለማድረግ ብሎ ነው መረጃ የሰጠው። ለን ተንፈዓኩም አርሓሙኩም ወላ አውላዱኩም ዝምድናችሁም ልጆቻችሁም አይጠቅሟችሁም። የውም አልቅያማ የቅያማ ቀን የፍሲሉ በይነኩም በመሀከላችሁ ይለያችኋል። የከፈረውን ጀሃነም ይከታል፣ ያመነውን ጀነት ይከታል። የሚጠቃቀመው ሙእሚን ብቻ ነው። አንዱ ሌላ ጎራ እስካለ ድረስ ልጅህ ጋር ያለያያሃል፣ ከአባትህ ጋር ያለያያሃል፣ ከእናትህ ጋር ያለያያሃል። የነቢዩላህ ኢብራሂም አባት የት ነው? ጀሃነም ነው ያሉት። እንደዚሁም ደግሞ ከልጅህም ጋር ያለያያሃል። የነቢዩላህ ኑሕ ልጅ የት ነው ያሉት? ኑሕ የመጀመሪያው ጀሃነም ነው። ለን ተንፈዓኩም አርሓሙኩም ወላ አውላዱኩም ዝምድናችሁም እንደዚሁም ደግሞ ልጆቻችሁም አይጠቅሟችሁም። የሚጠቅማችሁ ኸይር ስራው ነው። በዛ ምክንያት ብላችሁ የአላህን ህግ አትናዱ። ወላሁ ቢማ ተዕመሉነ በሲር የምትሰሩትን የሚመለከት ጌታ ነው። ዛሬ ላይ በተለይ እኛ ሀገር ላይ ሰው ከእምነቱ ይልቅ በዘሩ በምኑ እዚህ ሙስሊም ያልሆነ ጎሳው አለ፣ እዚህ እኛው ግን ሙስሊም የሆነ ጎሳው አለ። ማንንም የሚያስቀር ሙስሊም ያልሆነውን የእሱን ዘር ሙስሊም ከሆነ ከሌላው ዘር ያስቀድማል። ይሄ ተገቢ አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። ህጉን አስቀምጧል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يسلمنا عند امنتنا بنبي عليه الصلاة والسلام زمن يتجمر عدلا ودوها لا يدو الله سبحانه وتعالى بشيوج مكوتر عمت بفيت ينبر النبي عمت طلل. قد كانت لكم أسوة حسنة طرو تمساليت كوالا جوالا الله سبحانه وتعالى بما في إبراهيم بالله ملكتنا بإبراهيم والذين معه كالسوغار يامنوت بالنسو كو تمسالي تعلاجو نبي الله إبراهيم سيبال فاميلي أي مسلاجو من دي نبي تسبكونا من ناسبو لمن سلمي دقاقمو الله زاري وين بتلان تكنيا غاري نورا وين بتلان تكنيا غاري نورا بشيو جمي كوتر آمتنو يالو عيسى عليه السلام راسو ولتشينو إن موسى ጨምርበት 2000 እነ ኢብራሂም የት ነው ያሉት? ግን አታችመንቱ በዲን ላይ ያገናኘ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤተሰብ ናቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። በሳቸውና በሳቸው ባመኑት ተምሳሌት አላችሁ። ምንድነው ያሉት እነሱ? إذ قالوا لقومهم ለህዝቦቻቸው አሉ ከነሱ የተወለዱትን ተመሳሳይ ጎሳ የሆኑትን إنا براء منكم إنيا كنانت ركنال ومما تعبدون من دون الله كنانت بچار اللهم
كالله وجي كم تجزو تم تعوتو شرك عن الله كفرنا من دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده كدنا البنانته وبدا بيننا وبينكم العداوة بنيانا بنانت ما هكلت على تنت قلصون لهم والبغضاء تلاتشم لما بلو لا الله بلو أبدا اسكما شيء زل عالم حتى تؤمنوا بالله وحده الله عند درجاتو سكتامنو بدرس إلا قول إبراهيم نجرجن بزيت رو تمساليت الله تشوبلو كهلا بوهلا يا إبراهيم نجيجر لاجن تمساليت التادرجو على الله سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم إبراهيم عليه السلام يالون جن زيوست التاس جبود من دون يالون نبي الله إبراهيم عليه السلام أباتون بتملكته لا أستغفرن لك أباتي يوم هيد بلو كبار ربو على شيء نجرجن إلم من اللوجيتين الله مرة دي أدرجل إيمان للتاجين وما أملك لك من الله من شيء كاللهم سبحانه وتعالى قطعت من لردها ما الكلم نجرجن إلم من اللو مالتون عند تمسالي تدرجات شو أتوسدوت إبراهيم راسو عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بلونا قرونا يا الله ملك تنياو إبراهيم عليه السلام أباتو يا الله عدو مهنون يتقلت التي قزي تبرأ منه وصم ليك أنت يراكوني بلو علنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قيتاتشن هوي عليك توكلنا بانت لا يتمكتنا توكل ملو لملو بالله لا يمادرك توحيدا يارجع قتال سو بلجنته عند تولد النات نتشي ولو منقر لسو الناتي تنش سياد قدمو سيلي الناتي رلتشم لك أباتنا وقل البيت وست أبات إلى الأبات يمكال كذا دمو تنش سياد قسياي من آمن أباتي ملكا عير الله منقستنا وقل من قستيلا إياوك السهيد بتلي وده بإيمان قزولاي كنزيه الله موتات اللبن إيهرن إيهرن توكل ما لاي بيشامون اللبت الله عليك توكلنا يمي قلو الله يمي ساتو الله يمي أنورو الله إن الله لنو الله جنب وده هيوت بمتمت عبق زيقن يزي تقاراني من سرو مهون اللبت نجرجن يا إيمان جوزواتن ودزالي أسكيرني كبل بعند جزء يمي متى هذا اللهم بعند جزء متى توكل أتنين جن ما صدق ما شال اللبت يا إيمان جوزو منور اللبت عند سو بهاي أمت يا الله يا إيمان درجانا أربعة أمت عند مهون اللبتهم أربعة الناس سلسا عند مهون اللبتهم سلسا الناس سبعة عند مهون اللبت هي وده الله بمن نادر جوزو يا إيمان أتنين درجة كفي على ميدال بزام مسألة رمو مجاهدة سنارك الله يمي كفتلن بروجال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا من قلاتنا أن مراتوا اللي ترى تيم يارغوتن نالو الله سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا بانت لا تمكتنا وإليك أنبنا نتفع لننا كتفع تحجنم ودانت تملسنا وإليك المصير مملشاتنم ودانتنو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم جيتاتشن هوي لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إن الزع لك هادوتو فتنات تارجن لن نسو دل بمستت بنيالاي أها نزي سوج بتككلن يا أمنت لاي بيهونو نورو أنا شنفاتشو منبره بلو اندلو نيان فتنات تارغن عندن يو تفسير ولتن يو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بالنسو اجدمو اسقبت بالنسو انداتاس فتنن كناتم تالات ناتشو تالات دمو يقو دهال
የትላንቱ ድምፃችን ይሰማ ትግል ላይ እና አቡበክርን እና አህመዲን ጀበልን ሌሎችም የታሰሩትን ምን ሲሏቸው ነበረ? ካፊሮች ስለሆኑ እስቲ አላህ መጥቶ ያድንህ ይሉን ነበረ አላሉ? ጠላት ካፊር ሲሆን ምን ይሆናል? ከባድ ነው። لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتناچን በካፊር ይጃታርክብን ነው። እንደዚሁም ደግሞ لا تجعلنا فتنة للذين كفروا እኛ በመንሰራው ክፉ ስራ ካፊሮች እስልምና ይሄ ከሆነማ ይቅርብኝ ብለን ደግሞ ለነሱ ፈተና አታርገን። ዛሬ ላይ ደግሞ ይሄ ነው ሰው ወደ እስልምና ስትጠራው እስላሞቹ ድስበርስ የሚገዳደሉት ቦምብ የሚያፈነዱት እንደዚህ እንደዚህ ይያለ ያፈነዳው ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ አላህ ነው የሚያውቀው። ግን ስለ እስልምና ያለው እይታ ሌላው የተፈተነበት ነው። ወደ እስልምና የገቡት ምዕራቦች በተለይ ስትጠይቃቸው እኔ ቁርአንን አንብቤ ነው የገባሁት ነገር ግን አረብ ሀገር ሲሄድ እስልምናን እንኳንም እነሱን ሳላይ ተቀበልኩ አልኩኝ እንኳንም እነሱን ሳላይ እስልምናን ተቀበልኩ አልኩኝ ያስብላል። ምክንያቱም አብዛኛው የሙስሊሙ ዓለም ዛሬ እስልምናን ባህል ነው ያደረገው። ባህል እስልምና ባህል አይደለም፣ እስልምና እምነት ነው። የምንፈልገውን ነገር ወስደን ወስደን የማንፈልገውን ነገር እንተዋለ ሁሉም ነው ودخلوا في السلم كافة عربوج سيت لا يالاچو قنات ديپ نو كاسلمنا بفيتم نو ديپ نو بتام قنات አላቸው በዛ قناታቸው ላይ ደግሞ الله من አደረገላቸው حجابን አዘዘ እቺን ሙጭጭ ብሎ ያዟት አይሰግድም እሱኮ እና ስታሉ ሽማግሌ ላይ የሚያቀርበው ነገር ምንድነው? ሂጃብ አታረግም? ሂጃብ ንቃብ አርጌ ብዬ አቃተኝ ይላል። ሸንቺ ለምንድነው ማታረግስ? ስለ እሱ ራሱ እኔ ንቃብ ይለኛል እሱ አይሰግድም እኮ። እሱ አይሰግድም ስለሷ ንቃብ ግን ምንድነው? እሱ ሂጃብ ዓለም አድርጓ ሸሪዓን ተጋፋች አይደለም እሱ ስሜቴን ተጋፋች ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ከዚህኑ እየመረጡ እየመረጡ ይይዛሉ። አሁን እዚህ ሂጃብ ማሻአላህ ነው ዛላ ሌላም ጉዳይ ስትለው ግን የለም ስሜታቸው ሂጃብ ሸሪዓ ነው። ነገር ግን እዛ ላይ ያጠበቁበት ምክንያትና ሌላውን ትነው ከስሜታቸው ጋር ስለሚስማማውን ያጠብቁታል። ከስሜት ጋር ይሄ አይደለም እስልምና። እስልምና ይሄ አይደለም። ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ማረን ደሞ ምክንያቱም ከወንጀል የጠራ ሰው የለም። ربنا انك انت العزيز الحكيم ጌታችን ሆይ አንተ ኃያሉ የማትሸነፍ አልሐኪም ጥበበኛ ይሁንክ። እነዚህ ሁለት ስሞች በአንድ ሰው ላይ ሊመጡ አይችሉ። አዚዝ ግለ አዚዝ ነው ከተ አይሸነፍ ሁሉ ጊዜ። ለምሳሌ አሊ መሐመድ አሊ አልተሸነፈ ማይደለም በቦክስ በእኛ ተርም ዝም ብሎ አዚዝ ሊባል ይችላል። የማይሸነፉ ሰዎች ጥበብ ይጎላቸዋል። ሁሉ ጊዜ በጉልበት ነው የሚያስቡት። በጉልበት እንትን ያለ ሰው ጥበብ ይጎላዋል። ወይ ጥበበኛ ከሆነ ደግሞ ጉልበት ያንሷል። ጦጢት አለ ጥበብ ይኖራታል አቅም ግን የላትም። ወደ አቅሙ ያለው ትጠጋና ታጋጫለች ምትላለች ሰላም ታገኛለች። ሁለቱ አንድ ላይ ከባድ ነው ማግኘት። ምክንያቱም ጡንቻ ሲበረታ ይሄ ይቀንሳል። ይሄ ደግሞ ስማርት ስቶን ደግሞ ኮሳሳ ይሉታል። እዚህ ሀገር ነርድ ይሏቸዋል። መነጽር የሚያደርጉ ልጆች አሉ በጣም ስማርት የሆኑ ልጆች ሰዎች ነርድ ይሏቸዋል። በስፖርትም ላይ አይሳተፉም በምንም ላይ አይሳተፉም። በቃ ሁሌ ቀለሜ የሚባሉ ልጆች አይደለም ቀለሜ ነው። አእምሮ በጣም ሲዳብር አካል ይኮስሳል። አካል ሲተነክል አእምሮ ዲን ላይ ሁለቱ ነው የሚያስፈልገው። በአካልም ጎልበተ በአእምሮህም መጠንከር ዲን ይሄንን ነው የሚሰጠ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ታዲያ ካለው ባህሪ ውስጥ የእሱ አሸናፊነት የሚባለው ደግሞ ሁለገብ ነው። የበላይ ነው በአካልም
يبلاينو الله سبحانه وتعالى بمقطع ترمي يبلاينو الله سبحانه وتعالى بما شنفه يا منوغن كلام نجرو بطبب لا يتمسرتش نج منم نجر يا لطبب يميارو نجر يلو لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إبراهيم عليه السلام ناك السوغار قال بالوت ترو يونه تمثالي تعلاچو گلمان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كالله من دان اگنيالو بلو لميكجل قياما كن الله سبحانه وتعالى في تقومالو الله سبحانه وتعالى كسات يطبقنيال جنتي ستنيال بلو آخر ان لكجل الله سبحانه وتعالى لفرا تمثاليت نو لليلا سو يهونال اي هون ومن يتولى النزهن بتمثال النتال يزمن يباك النزي سنت زمن لا ينبرو كنيا زمن غير ايدم توباك بلو زور يالو دمو فان الله غني فان الله هو الغني مسو يتبقى كانو جيتا الله سبحانه وتعالى الحميد مسغوني هنا دمو بتكبارو يمي مسجنو يمي سراو سرا بدنيا لاي لن يكفو مسلو بيتاينم الله تبف على الزوست بزام سرا يمي مسجن جيتانو الله سبحانه وتعالى قلن إن يانوكم لزينو يكي عما كان هلون ما الله وساني ستو جهنم جهنم يمي قبوت جهنم قبوت جنتم يمي قبوت جنتم وقيل الحمد لله رب العالمين هلون نبيلوت الحمد لله كافرون يعني يوم يا الله انت تبب يا يوكزي يا الله انت فتحة بنت يتردو يكمسوا كذي وقيل الحمد لله رب العالمين دنيا لاي أمس قانيو تنشي آخر علي قم يلا تعالوا اللهم لذي الحميد يمين مسجنه قيتاتنا الله بولهم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم تادات ألاتين ألاتاتشون وداجا درقاتشو عتيازو بلو كالكلوال أدلم سيجمر آيته لأي عسى الله الله شاينو أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة يات على تعدرقات وعزات شوتن سووش مهكل وداجن نتلي فتر الله شو يمي شل قيت عبكونو إن سنت على تنت بارتي وستيفر رجات شو لبات شو مكادونو يعني اللب الله كيرو الله نندي كبر وعدرقو وده سلم النامرتو سويو سويو نوراسو وداش تهون الله تربل انت تلانت كافرين نبرك ما لا تاتشلم مسلم وندمهنو اندزام ايه ايت كورده بوالا سلمو وداج يهونو ما اتالو يانن اجاب السراچو نو الله عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير شاينو الله سبحانه وتعالى لبوچن የሚያገለባበት ጌታ ነው በዛሬ ኢማነህ ላይ እንዳትተማመን ቀልብሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኩፍር ላይ ሊወስድህ ይችላል አላህ ኻቲማችንን እና ያሳምርልን እነዛ ካፊሮችንም ደሞ ኩፍር ላይ ነው ያሉት ብለ አትናቅ ቀይሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስላም አድርጓቸው ወንድምህ ሊያደርጋቸው ይችላል ስለዚህ والله قدير ልቦችን የሚያገለባበተው እሱ ነው يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نبره نبي عليه الصلاه والسلام كم يادرغوت دعاء انت لبوچن متاغلبابتو جيتا لبين بامنته لاي قطار گلي نو والله قدير والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى مهارينا ازاني هونه جيتا نو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة بلو يا لجزي ينم ينانتم تلاتي هونتن بودا جنة تيازو بلو زكتو لنا ما أننم كافر بكا بتلات النتيازو بودا جنة تياز منم بنانتم هكال قنينة آي نور آي دلهم يالكوت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان ذا بامنتاچو مكنيات ان انتن يالتواغواچون ان زين هيكلكلاچو الله من لتونو
أنت بروهم بدنيا قد لا يطروا موالا وتقسطوا إليهم كان السجار فتحاوي مهوناتشون أي كلك لاتشون يعزاتشو هالنجي يعزاتشو هالنجي بولا جوج من دنيا الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وساحبهما في الدنيا معروفا بني لا يمكن أشارك بلوهم كان بلو انبي اتبلاتشو اشي اتبلاتشو اشي اتبلاتشو نقرقن وساحبهما في الدنيا معروفة بدنيا بتقروتنا نوراتشو كافر يهونوتن من دنو بدين لاي من الالوتن التواقوتن لم يقاتلوكم في الدين بامنته مكنات تقورنت يا لوجو بهن ولم يخرجوكم من دياركم بامنتاچو مكنيات كاكياچو يا لافنا قولاچون بسلام من نوارن يازاچو على الاسلامنا يهي جن انانتن يافناقلو سوچ ناچو يا مكه قريشوچ طورنت بنانت لا ياوجو ناچو يا مكه قريشوچ اللهن يكادو ناچو يا مكه قريشوچ يا اللهن ملكتنيا كو كمكه ياسبررو ناچو يا مكه قريشوچ እንዴት ነው እነዚህን ነው የሚለን እነዚህማ እናንተን በሃይማኖታችሁ ያልተተናኮላችሁ ጦርነት ያላደረጉባችሁ ከቀያችሁ በእምነታችሁ ምክንያት ያላፈናቆላችሁን ከነሱ ጋር ጥሩ መዋዋልን ፍትሃዊ መሆንን ከነሱ ጋር አይከለክላችሁም ያዛችኋል እንጂ ኢነላህ ይሁብ አልሙክሲቲን ፍትሃዊዎችን እኮ አላህ ይወዳቸዋል إنما ينهاكم الله الله يميكلك لاتشو عن الذين قاتلوكم في الدين بإمنتاتشو يتواقواتشوهن وأخرجوكم من دياركم كيكياتشو يبرراتشوهناتشو نزانو وظاهروا على إخراجكم باياواتواتشوهن كان إنانتم بماوتات يتبابرو نزيهنو على الله سبحانه وتعالى وظهروا على اخراجكم ان تولوهم نزين بودا جنت ماز كلكلواچو حال ومن يتولهم يهنن هجين تشاغرو الناسم بودا جنت يياز فاولئك هم الظالمون برغت النزا بدايوش ناتشو بدايوش دمو جهنم ناتشو مجرشاتشو يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن صلح الحديبية يادرقو جزي نبي عليه الصلاة والسلام وحديبية يتنقى قربت جزي كادرقو تسم منت عنده كنيا ألواتشو قريشوش سووش سلمو ودان تكامتو لا تستقى نتملس عجو كلالا لاست عجو كانتا جن كفرو ودن يمتون إنيا لان ملس للناس تقى እሺ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም እሺ አሉ አሁን ስናየው ፌር አይደለም እናንተም ተጻጉን ይመለስጠጋ ይሄ ነው ፌር ነብዩ አለይሂ ሰላም ግን እሺ አሉ ምክንያቱም እምነቱን ክዶ የሄደው እኛ ምንን ያረግልናል ነው ለምን ነው ከሱ ጋር እንትን እንደው ከዛ ደግሞ እምነቱን በእምነቱ ምክንያት ወጥቶ እኛ ጋር بنከለክለው يا الله مريت سفينه ونيا غير بيتش አይደለም ማለት ليلى بوتا هيدو دعوه ما درك ይችላል ليلى بوتا هيدو منور ይችላል ግን صلح يغارا يهونه سلام طورو نو بዛ ነው يتسማሙትና بمحل تادا አዲስ ክስተት ተፈጠረ ሴት መጣች ሴት ስትመጣ ወንድ አይደለም ሴትን እንመልስ ወይ ፈተና ነው ወንድየው ሄደ አትገባም ካሉት ሽፍታ ነው የሚሆነው ወጥቶ ያ ነው የሆነው አንድ ሰሃቢ አልቀበልም ብሉት አልቀበልህም ሲሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም ወጣ ሌሎችም ሰበሰበና እንትን ይያለ ካራቫናቸውን መንገድ የሚሄዱትን የነሱን ግመሎች መዝረፍ ጀመረ ማአት ናቸው በቃ መልእክተኛ ለከው ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላም አስጠጋው ባክ ያንን ሰው አስጀገረን አስጠጋ ሴቷስ መጫወቻ ነው የምትሆነው ስለዚህ ተቀበሉ ሴቷን
ነገር ግን እቺ የመጣችዋ ሴት በርግጥ አላህን ፈልጋ ያላህን መልእክተኛ ፈልጋ ነው የመጣችው ወይስ እዚ መዲና ወንድ አለ የሚያገባ ጋብቻ ፈልጋ ነው የመጣችው ወይ ዱንያዊ ተቃማውት ፈልጋ ነው አሜሪካ አብዛኛው ሰው እንደሚመጣው እ ወይም ደሞ ከባላዋ ጋር እዛ ተጣልታ ካንተስ ጋር ከመኖር እዛ መሐመድ ጋር ገባለው ብላ የግል ፍላጎታ አለመሆኑን አስረግጡ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات تسدوا يمطوا غزي فامتحنوهن فتنوا فتنوا لا اله الا الله محمد رسول الله بي تلالج برغت بال فلغا ادلم يمطاشو دنيا فلغا ادلم كبالش غير تطالتش ادلم برغت الله ان الله ملكتنيا بلاش نو مهاجر بلو مالت ايه نو هجره لله بلهن متوتو فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها الى رجل فهجرته الى ما هاجر اليه لذلك هجره لله بቻ ነው መሆን ያለበት ይሄ ነው امتحان መሆን ያለበት ሰላይም ለተን ትችላለች አይደለ ይሄንን አስረግጡ فان علمتموهن مؤمنات فتناچو مؤمن ሆናቸውን ያወቃችሁ ጊዜ فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن لان انت نو يهنن يالو انجي الله سبحانه وتعالى الناس مؤمن لما هوناچو مؤمن على ما هوناچو يمياوق نو جيت الله جن الله نو يمياوق بلاچو انتن ما تبلو يا يني گداي نو يان انت دمو سرا سرو سراچو هون گلز نو سراچو سرو ملام تگستا مكو اني اللهن الله بيين يمطاوت لتل تشلالچ منافقوچ اندزاو نار لميلوت جن يلايون بيچا تقبلوا مفتن ميگباچون فتنا تايفطيرو شهاده اسبلوات لدنيا لممطاتون بالفلغا لممطاتون كبالاو غار تطالتا لممطاتون اسرغطونا اسغبون فين علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار اتملسوا على تعالى الله كناتم زاول لاي مملسالنا انذين سيتوچ اتملسو نو ايه نو ابزاينو مفسرين انتن يالوت لا هن حل لهم አዲስ ህግ ነው ደሞ ያወጣው እነዚህ የመጡት ሙስሊሞች ለነዛ ለሙሽሪኮቹ ሐላል አይደሉም ከዚህ አያ በፊት ሙስሊም የሆነው ባል ሙስሊም ያልሆነችውን ሚስቱን ይኖሩ ነበር ሚስትየው ተሰልማለች ባልየው አይሰልምም ይኖራሉ በመካ ውስጥ እንደዚህ ነው የሚኖሩት ከስደትም በኋላ ይሄው እስከ 6ኛው አመት ምናምን ይሄ በዚህ ነው የሚኖሩት የነበረው አሁን አዲስ ህግ አደረገ አላህ لا هن حل لهم النزي مسلم سيتوچ لمشرك وندوچ حلال አይደሉም ፍቻቸው ወርዷል ንካቸው ወርዷል لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن النزي مشركوش للنزي حلال አይሆኑም واتوهم ما انفقوا ነገር ግን የገዛ ጉዳይህ ነው ሚስተኛ ጋር ነው ልጅ ዞርበል አትበሉት ወሱ ያወጣውን ወጪ በሷ ላይ ያመከ የከፈለውን ማህር ስጡት ጣላት እኮ ነው ወአቱሁም ማአንፈቁ በሷ ላይ ያወጣውን ክፈሉ ወላ ጁናህ አለይኩም አንተንኪሁሁነ ኢዛ አተይቱሙሁነ ኡጁሩሁነ በግድም የለባችሁም ወንጀልም የለባችሁም ነዚህ ምእመናን የመጡትን የሰው ባልም ብትሆን በዛ መሰረት መጣለች እዳውን ተጨረሰ በዛ በሰራው ማከል በታገባቸው ችግር ወንጀል የለባቸው ምንስካ አደረጋቸው ድረስ اذا اتيتمون اجورهم ማህራን እስከ ከፈላቸው ድረስ እቺ ስደተኛ ነች የሶሪያ መጃ የላትም አስገብተ እንደፈለክ አርግ አላለም الله اذا اتيتمون اجورهم ማህራን ለተመሳሳይ ሴቶች በሚሰጠው የምሰጡ ከሆነ ምን ማግባት ወንጀል የለባቸው ولا تمسكوا بعصم الكوافر لنزي مگا ወጣላቸው እናንተም ስር ያሉትን ካፊሮች አትያዙ ከዚህ ጊዜ በኋላ ምክንያቱም ለእናንተ ሐላል አይደሉም ግልጽ ነው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ رضی الله تعالی عنه በዚካ ሁለት ሚስቱን ይፈታ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ካፊሮችንም ደሞ በሚስትነት አትያዙ ካሁን በኋላ واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا انت يسطاچوتن دمو طيقو وليسالوا ما انفقوا الناسم دمو بذا مكنيات مستوچاچون ياطوت مندنو
من يسطوتن يتأيقو ياغينيو. ذلكم حكم الله، إيهي يا الله وسانينا يحكم بينكم بنانت محل يوسنون، والله عليم حكيم، الله سبحانه وتعالى أواكينا تببينيانو. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كنا أنت دمو لكاون كنا السو ودن زي ما تقولنا لم ينكرني الله كنا أنت دمو أسلم الناون تلا كدا ودا مكة يهدج. وإن فاتكم شيء من أزواجكم كنا أنت كدا كبالات كدا الفلقين بلا تفتح ودا زي هدج من أزواجكم إلى الكفار ودو كفاروچو تأيكو غنزباتشوهن إمبي كوالاتشو أنستم قناتهم فتحاوي عيدا لهم النسو يهي دينو سلم يعزون ونجي ميساتو دينو بعز بس ميت بيون عيش ستم هذا لهم النسو يا دين سلال الله زور بالليلو يشل هلو إمبي كوالاتشو فعاقبتم نانتك النزاس وشجار تواكتاتشو يا شنفاتشوهن دونه فآتوا الذين ذهبت أزواجهم እነዛ ሚስቶቻቸው ክዶባቸው የሄዱትን ከዚህ ከመርቆ ላይ ሰጧቸው ያወጡትን مثل ما انفقوا ያወጡትን ያህል واتقوا الله الله انفروا على الله سبحانه وتعالى الذي انتم به مؤمنون ይሄ ያመናችሁበትን ጌታ ፍሩት ይሄ የመርቆ ገንዘብ ነው ስለዚህ ብዙ አርጌ ከጠየቅኩ ይሰጠኛል ምክንያቱም አቶሁ ማ انفقوا ነው ያለው الله ያውጣሁን ይሰጣል ተብሏልና ሙርኮ ተገኝቷል ስለዚህ በነፊት አሜሪካ ላይ እንደምታረጉት ማለት ነው የውሸት ፋይል ይደረግና ብዙ በነፊት ይወሰዳል ስለዚህ ሙርኮ አለ እኔ እቺ ሴት ሳገባት እኮ 50000 ዲናር ነው ለከፈልኩት ካለ ሊሰጠው ይገባል ምክንያቱም አቶም ያለው ማን ነው አላህ ማሰራ ግን ምን አደረገ አላህ ወተቁላህ አላህን ፍሩ الذي انتم به مؤمنون هي ያመናችሁበትን ጌታ ፍሩት የማይገባችሁን እንዳትጠይቁ የተቋ ቁልፍ ከባድ ነው አላህ ተቋ ይስጠን يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا انت نبي هو ያላችሁ الله سبحانه وتعالى اذا جاءك المؤمنات امنان ود انت متو قال كيدان يغبوله እንደሆነ بمن على الا يشركن بالله شيئا كالله غير منهم لا يغروا ولا يسرقنا لا يسرقوا ولا يزنينا زموت لا يدرقوا ولا يقتلنا أولادهن لجو تشاكو لا يغلوا بجاهلية جزي لجو تشن يكبرو نبرا انسنم دمو يحجان عقفو نبرا ولا يقتلنا أولادهن باهنو جزي تلقو بيزنس هم انسن ما يحجان عقفنو وإذا الموؤودة سئلت إلى الله سبحانه وتعالى يا تشي يتكبر تشوا يتتأيك إيش جيزي أهلا من هنا أنا متتأيكم بأي ذنب قتلت من وجل سرتشنو يتقدر شو إلاتا من وجل إلاتا لذي بزاب جاهلية جيزي بيتشا يكرن داي مسلاتشو وإذا الموؤودة اسكي كياما كان ميكتلو ዛሬ የተወለደውን አውጥቶ ባይቀብሩም በብዛት የሚያረጉ ሊኖሩ ይችላሉ። በሆድ ውስጥ ነፍስ ከተዘራበት በኋላ ግን ሰልፍ ይዞ ወራፋ ይዞ ያስወርዳሉ። መግደል ብሎ ማለት ይሄ ነው። ምን ልዩነት አለው? 9 ወር ጨርሶ ወጣና በ6ኛው ወር ላይ ያወጣው ልዩነት የለውም። ህይወት ህይወት ነው። ሩህ ገብቷል። ሩህን ያወጣው واذا الموؤوده سئلت ስለዚህ ولا يقتلنا اولادهن ልጆቻቸውንም ላይገሉ ከወለዱ በኋላ ወይም ደግሞ ጽንስንም በማጨናገፍ ማለት ነው ይሄን የምታረጉ ሴቶች አላህ ይጠብቀን ማለት ነው ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف እንደዚሁም ደግሞ በማላከክ ውሸት ማለት በባል ላይ የሱ ያልሆነውን ልጅ ያንተ ነው ብሎ የድሜ ልክ ገፍ ማስረከብ በርግጠኝነት ሴቷ ልጁ የሷ መሆኑን ማንንም ያምናል አይደል ሁላችንም ግን በርግጠኝነት ይሄ ልጅ የኔ ነው ብለን ምን መልን እንችላለን
አንችልም። ላይሆን ይችላል። ስንቱ ነው አሜሪካ ልጆቼን አመጣለሁ ብሎ ልጆች አይደለም የተባሉት፣ ያሳደጋቸውን ልጆች ዲኤንኤ የሚባል ነገር ሲመጣ እሱ አድርጓችሁ በቃ ነገ ትመጣላችሁ ቤቢ ምናምን ብሎ ብሎ እዛ ሲሄዱ የእሱ ልጆች አይደሉም። በዚህ አይነት የሰውን ልጅ አሳቅፋ ያደረገችው ወንጀል አንሶ የሰውን ልጅ እንዲያሳድግ የምታረግ ይሄ አማና የሴቷ አማና ነው። ولا يأتين ببهتان يفترينه على الله سبحانه وتعالى ولا يقتلن أولادهن بعد الولادة وقبلها ولا يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا منهم كن السيالونون يعني ليش يكونوا أتاين ملكون كان باي مسلو إيو قدرت أعطون إيو يمل سؤال بيجا إزي تافاون إيو يلونا يناكو قال خلاص مشاكا بيجا بنقرأت الله ترتاري مستلقات تشو هذا اللو شجر مستلقات قبت أشو شجر اندت فترو هذا اللو الولد للفراش نو الله ستونا كليلا متى كمن يا لج يانتنو بشريعة بكا بقابي تشا وست يمتى لج يانتنو بكا هاي وسدو مفشر التتراتر يادركم صدقانو متى كنو ما صدقان لجم ما كنتها لافشر كياما كندمو تكتالها لجم እሷ ድርብርብ ነው ወንጀሎ አንተ ምንም ነገር የምትጎዳው ነገር የለም እና ጥረጣሪውስ ገብታችሁ ወስዋስ ልኸናስ ውስጥ እንዳትገቡ ተቀበሉ ሁሉንም ናም ወላ ያሲነ ከፊ ማዕሩፍ በርግጥ አንድ ሰው እድሜ ትልቅ ነው ብሎኛል ከሌላ ስቴት ነው ይደወልልኝ ና ብዙ ልጆች ወልደናል አለ ብዙ ልጆች ወልደናል እኔም ልቤ ያውቃል አለኝ ሼክ ኻሊድ በጣም ብዙ ቦታም እንደምትሄድ አንዳንድ ወንዶችም ሊያናድዱ ሊሆን ምንም ከዛ አንጻር ከሷ ስራ ማንጻር ትልልጭ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አርገናል ባለቤትህንም ይያሉ ያሉ ሰዎች አሉ። ግን ኑሮ እንላሸንፍ ብዬ ዝም ብያለሁ። አሁን ግን ሁለታችንም ጥውረተኞች ነን ሞት አፋፍ ነው ያለነው እና እሷም ታውቃለች እኔም ውስጤ ያውቃል ይሄንን ነገር ዲኤንኤ እናርግና አንተውበት ወይስ እንዴት ነው አለኝ። ጨንቆታል አላህ ሰጥሮታል እስከዛሬ ድረስ አንተም እነዚህ ልጆች አንድም ቤት ውስጥ የለም አለ ሁሉም አድጓል እኔ አያትም ነኝ አለ እነዚህ ልጆች በአባትነት አባታችን ብሎ አድጓል ምን ዘጣጣው ስከተተ ልጅ ለምን ተቀነሳለ በሸሪዓው ደግሞ አልወለዱ ለልፍራሽ በትዳር ውስጥ የመጣ ስለሆነ ያንተ ነው ብሎ ሸሪዓው ሰጥቷል። ስለዚህ ልጆችን ተቀበለ ምናልባት በደዩትነት ደዩት ብሎ ማለት ሚስቱ ብትንዘላዘል ምንም ችግር የለም ብሎ የመኖር በዛ አላህ እንዳይጠይቀህ ተውበት እሷም ወደ አላህ ተመለስ ተውበት አላህ ሁሉንም ነገር ማህሪ ነው ግን አትገላለጡ ራሳችሁ አይ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ዘመን ላይ ራስን ስታጋለጥ ጣህራ ያርጓል አይደለም እንዴ? አሁን በታጋለጥ ጣህራ የሚያርጋለ ጭራሽ ሌላ እንትንና መሰተር ይሻላል ብዬ መከረላለሁ። እና ወስዋስ ውስጥ እንዳትገቡ ከጥራታም በኋላ ይሁን እንደዚህ አይነት ወስዋስ ገብቶ ጨንቆታል። ታዲያ ይሄንን ነው ቃል ኪዳን የሚያስገባቸው። ሴት ልጅ ቃል ኪዳን ከመትገባቸው ነገሮች ውስጥ የባሏ ያልሆነውን ልጅ በባል ያንተ ልጅ ነው ብላ ላያላቅቁ ቃል የገቡ ጊዜ ምክንያቱም ይሄ የነሱ አማና ነው የነሱ አማና ነው ካንድ በላይ ለምንድን ነው ማታገባው ሴት እናንተ አራት ተፈቅዶላችሁ ይላል። ባንዱም እኮ ችግር ውስጥ ገብተናል አይደለም እንዴ? የማ ልጅ ነው ሊባል ነው አራት ብታገባች ሴት አንድ ብቻ ያጂ ተብላም ይሁንና ሌላ ያመጣች ችግር ተፈጥሯል። አማና ነው ሴት ልጅ ያለው ያንድ ወንድ ልጅ ስፐርም ስንት ትሪሊየን ነው በአንድ ጊዜ የሚለቀው ከዛውስ ፈርታይል የምትሆነው አስንቷ ነች አንድ ነች። ሴት ልጅ በወር ሁለት እንቁላል ነው ሁለት እድሜ ልክ ምን ያህል ኤግ እንዳወጣች
ما مزجب تجلال بقطر لمن أمانة نو ينسو بقطر نو تسطو يتسطاجو يوندو بنسيب يا نسيب نو بإدمي لك سنتو نو فرتاي لما تارغو سنت اسبر ملك أنا سنت اللي جنو يالله عرات تليج سنت اللي جنو يالله هولت إسراف نو مالت ليلو يسي تو أجن بور نو عند جزي يميمت ياون دمو كارك جزيش دمو يكو مال أرلو أي متامكو يه أمانة يسوانو لذي بزي بوداي لاي يا بال يا الهونو لاي ستو قال يقبل له جزي ولا يعصينك في معروف إن دزيهم دمو بطرو بازسكاتشو بوداي لاي إن بي لايلو فبايعهن إذاني قال كدانا چون تقبلا چو واستغفر لهن الله الله سبحانه وتعالى مهرت لمن الله چو إن الله غفور رحيم برقد الله سبحانه وتعالى مهاري ما زاني ونقيتانو يا أيها الذين آمنوا اندجمروا الله سبحانه وتعالى جرسوا آية ونم سورة ونم إن أنت يا أمنا تسوش لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الله سبحانه وتعالى قد طاب الناس لا يوردون إن أنت بودا جادر قاتشوه إن دا تيازوات جوالا قد يئسوا من الآخرة موتو مكسكس يلن بلو تسفا يقرطونا جو كما يئس الكفار من أصحاب القبور إن زكاديوج يموت سو تكسكسو يمت ألبلو عندما يامنو تنا تسفا عندك الرطوت إن زهم موتو يكاما كان ألبلو قد يئسوا من الآخرة كآخرة كاما كان ألبلو مالتن يانهل يكادونا جو يلم بزي زمن أبزان يوهي نزين وداج هادر قاتشو آتيازو بلو بجمرو ملكت يهنن من هادر رقا دمت دم زي اهون يالن بات عالم يهي عالم مستن يالنو انديت مسلم كالهونو سووش غار قبب بالنتاجن بمن مسارت لاي بمن عينتو نيتا مهون اندال لبت كل جارغا ياسكم متج آيانيج بتالات النت يفرجو اللهن يكادو يا اللهن ملكتنيا يكادو بزالاي بمسلموش لاي تورنت ياووجو كبيت ككيه ياسوطوتن انت بزالاي انجدي وداج ادرغه مرجا متقبلاچو متموداموداچو سوش ليونو ايكبام كذا ملسغن يالتواقواچو كبيت ياسو يالفناقولاچون طورو مواوالن فتحي مهونن كنزي غار الكلكلاچوهم جراشنو يازاچوال ان الله يحب المقسطين الله يسمعنون بلبوناچنا ولن بتكبر من فصم الله يدرغن وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.